جبينه. زي ما نحن شايفين يا جماعة الأيام دي عندنا وباء في ولاية شمال كردفان ومرض قاتل وفتاك، كثير من الناس معد بيهم من خلال السوشيال ميديا، كان لها انتشار واسع في توصيل المعلومات، لكن للأسف الشديد الجهات المعنية الجهات المختصة هي بنقول بعيدة بعيدة، ليه؟ لأنها ما قدرت توصل لنا معلومات كافية، ما قدرت تورينا لحد اللحظة الوقاية اللي احنا ممكن نعملها. وحتى المرض في حد ذاته مرض قاتل وفتاك، محتاج لمعينات كثيرة من أدوية لدريبات لحوجة بتاع الدم لبلازما لكثير من الحاجات. الحاصل الآن في شمال كردفان أشبه بالكارثي، حمى الضنك كثير من الناس عانت منها، قضت على كثير من الناس في شمال كردفان. الناس شافت إنه الناس بتعاني فحبت تعمل مبادرات طوعية عشان ما تقدم يد العون لأهلنا في شمال كردفان. المبادرات دي مبادرات إنسانية من شباب قرروا إنهم يقوموا باللي بيقدروا عليه، ونحن دارين نشوف شنو اللي بيقدروا عليه وشنو من الحاجات اللي هم عملوها لإنغاذ أهلنا في شمال كردفان من حمى الضنك القاتلة الفتاكة. حتكون أو معانا هي الآن ضيفة في هذا الصباح، اختصاصي إنتاج حيوان أستاذ آية عيسى، أهلا وسهلا بك، عضو مبادرة تجمع متطوعي شمال كردفان عشان أهلنا. صباح الخير عليك. صباح النور، مرحب بك كثير، بشكر قناة الشروق اللي تحت الفرصة دي لتعريف المبادرة والوضع الحالي لحمى الضنك في ولايتنا شمال كردفان. نعم أستاذ آية، خلينا نشوف حمى الضنك في حد ذاتها، الذبابة اللي هي ناقلة دي، البعوضة أقصد عفواً البعوضة اللي هي ناقلة، البعوضة اسمها المصرية الزاعجة صحيح؟ أيوة. البعوضة دي جاتنا من وين ومتين وشنو جاب لنا ذاته في شمال كردفان؟ البعوضة هي بتنتشر بصورة عامة في كل المناطق الاستوائية حول العالم، انتشارها في آسيا وأمريكا اللاتينية، عندنا في السودان في الخط بتاع الاستواء، لكن نتيجة للتغير الكبير في المدن والكارثة بتاعت النفايات المياه الراكدة في الشوارع. الفيضانات عندها علاقة؟ لا، هي قبل الفيضانات موجودة في ولاية كردفان. شمال كردفان انتشرت السنة الفاتت في محلية أم دمحة يحمد، سببت في كثير من الوفيات، للأسف ما كان في تغطية كافية إعلامية لها، وحاليا منتشرة في مناطق كثيرة حتى وصلت الفاشر على حسب معلوماتي. فهي حتى في أوروبا مش على مستوى السودان، لقينا انه بتنتقل عبر الدول عن طريق التجاره بتاعت الاطارات، يعني هي ممكن تتوالد في اي سطح مائي، دي المشكله الفعليه للبعوضه. يعني هي القطارات الناقل الاساسي لها او المياه الراكده تحديدا؟ ايوه، هي الناقل توفر بيئه مناسبه اللي هي مياه راكده للبعوضه دي في انها تنقل المرض. ايوه. طيب المبادرة حقتكم عشان ما انتم تنغزوا الحال والوضع الكارثي اللي احنا شايفينه الان في شمال كردفان. نعم. والحوجات، شنو كان نوع مبادرتكم واللي قدمتوه وشنو لشمال كردفان؟ طيب، هي المبادرة فعليا بادية قبل 9 شهور لإيمانا من الناس بأنه الوضع البيئي المتردي سبب لأمراض كثيرة، سواء حمى الضنك أو أمراض حتظهر مستقبليا. بدت في الأبيض شرق، تحديدا في حيين، حي القبة وحي الشويحات. كانت عن طريق الشباب المتطوعين بتاعين الأحياء، بالإضافة إلى منظمة أيكو سودان، منتدى شباب الجيل الثقافي. نعم. اتحدوا نظافة الحي، إزالة الكوش، إنارة الشوارع، عندهم خطة مستقبلية تحويل مكبات النفايات في المدينة لمشاتل. طيب، لكن هسه حاليا نسبة في حمى الضنك الحوجة في الأبيض لدريبات، الحوجة لبلازما، الحوجة لدم عاجل، الرش الهسي حاصل، نحن شايفين في حملة. نعم. بتاعت رش من متطوعين. نعم. دي تبعكم والرش ذاته بأي وسيلة؟ هل وسيلة طبيعية حسب إمكانية الشباب ولا طيران ولا كيف كان الرش؟ نعم. الرش هو في نوعين من الرش، في حاليا رش عن طريق الطيران بتبرع من منظمة عروس الرمال. هم وفروا الوقود، المحلية متعاونة مع الناس، بس المحلية ما بالقدر الكافي، يعني أي وباء محتاج تظافر من كل أجهزة طبعاً. الدولة. أيوة. فالمحلية شمال كردفان إذا مسكنا تقييم للمحلية عندها عدد 8 عربات نفايات، والمحلية ولاية شمال كردفان الأبيض تحديدا فيها 152 حي. فالثمانية عربات أكيد ما حتكفي لإزالة النفايات، لأنه النفايات سبب مباشر في توالد البعوضة. بعد الوضع الكارثي اتجمعوا شباب
من الأبيض من مختلف المبادرات أيكو سودان، شباب الحوادث، نعم. بالإضافة إلى اللجان بتاعنا الأحياء في شمال كردفان، حي الشويحات، حي الأبيض، حي الجلة، حي السكة حديد. اتفقوا على شنو مع بعض؟ اتفقوا لتنظيم حملات للرش للتخلص من الناقل البعوضة في المرحلة الأولى، وفتحوا برضو حساب للتبرع. اتوفرت مراكز للتبرع بالدم في مستشفيات كثيرة في الخرطوم هنا لنقلة للأبيض. في الأبيض في عناوين ثابتة للتبرع بالدم لكل زول عايز يمشي يتبرع بدمه. جميل، لأنه الحوجة الآن ممكن تكون دم يعني. نعم، بالإضافة إلى الصيدليات برضو في صيدلية الأبيض البيطرية اتبرعوا بالمادة بتاعت الرش عشان يقدروا يغطوا عدد كافي من الأحياء. حاليا الخطة إنه يغطوا أحياء ربيض شرق اللي هم 20 حي. الليلة الرش حيكون في حي الدوحة. أنا حبيت أنبه عبركم. جميل. ناس حي الدوحة، الناس اللي بتعاني من أمراض سواء أزمة أو ربو، يحاولوا يبتعدوا، يبعدوا تماما. نعم. من منازلهم، يمشوا أحياء تانية. نعم. أو يحاولوا يقفلوا، وإذا قفلوا الرش كمان ما بيدخل للمنازل جوا. نعم، فالأفضل زول عنده أي سايد إفكت تاني ينتقل لحي تاني عشان طيب ما يتعرض له. أهم حاجة في شمال كردفان حالياً هو الرش استمر بالطيارات. هل الرش بالقدر الكافي لأنه يقتل لنا البعوض اللي موجودة الآن اللي ناقل لنا للمرضى؟ الرش ما كافي، لازم أول حاجة في إحنا في شمال كردفان بنعاني من مشكلة كبيرة اللي هي مشكلة المويه. ولاية شمال كردفان نتيجة لانعدام المياه الناس بتضطر إنها تخزن المويه، تشتري المويه وتخزينها. أيوة. إذا كانت في البراميل، إذا كانت في نعم، فنحن بكده وفرنا مصدر لتوالد البعوض وتكاثرها. أنا بناشد الحكومة، المؤسسات المختصة، حل مشكلة مياه شمال كردفان في الأول. الحل الثاني التخلص من النفايات لأنه هي برضو مصدر لتوالد البعوضة، المياه الراكدة في البرك، محاولة ردم الشوارع لأنه الخريف في الأبيض إلى حد ما خريف طويل، مدة تتراوح لستة سبعة شهور، فمحتاج الشوارع اهتمام من الدولة المحليات المخصصة. أستاذة آية، واحدة من الحاجات اللي أنتوا بتعملوها الآن بترشوا بتقوموا، وين الدور التثقيفي التوعوي للأسر والناس في البيوت إذا زول جاه الحمى ونحن شايفين إنه حمى الضنك معدية وفيروس بينتقل بصورة مباشرة عن طريق البعوضة نفسها يعني؟ نعم. يعني إذا جات لي واحد في البيت، إذا البيت فيه كل الناس، كل الناس لازم تصيبهم. نعم. شنو الوقاية اللي ممكن يعملها زول تاني عشان إذا جاته الحمى تكون أخف قدرا من الشخص اللي قدامه يعني؟ طيب، وإحنا ما بنقوم بالرش برضو، إحنا عندنا جزء من المبادرة أعضاء مسؤولين من التثقيف والتوعية. أستاذ آلاء كرار، باشمهندس آلاء كرار، شهد الحدربي، بالإضافة إلى الصحفي نيازي علي، أستاذ طارق، هم مسؤولين بالدور التوعوي حاليا. تحية كلهم شباب نيري من شمال كردفان، هم بيقوموا بأدوار غتكون كبيرة. نعم. وأدوار دولة يعني. نعم، المطلوب حاليا من أول حاجة قبل ما تأخذ أي علاج لازم تتوجه للوحدة الصحية عشان تعرف هل الحمى دي حمى ضنك أو لا. ثاني حاجة، زول اللي بيصاب بحمى الضنك في مراكز بتاعت عزل في ولاية شمال كردفان، هي محدودة طبعا، لكن على حسب إمكانيات. هل متوفر فيها الموجود من الحماية من حمى الضنك مثلا؟ نعم، هو بيتم عزل المريض بصورة تامة، ما بيطلع من مركز العزل إلا بعد انتهاء حمى الضنك منه. هي الحمى بتستمر من فترة من يومين لحد أسبوعين على حسب مقاومة الشخص. طيب. بتختلف. طيب يا آية، هل سيدتوا عندكم عدد من الناس بيناشدوا زي ما احنا شايفين النشطة في السوشيال ميديا وفي الفيس إنه حتى الحوجة للدريبات أصبحت معدومة في الأبيض؟ نعم، فعلا نسبة، لأنه الأعداد كبيرة يعني حاليا في شمال كردفان. أي بيت ممكن يلبت بيت كله يفيه ثلاثة أربعة مصابين. نعم. أو أربعة خمسة. أيوة. وفي كم صيوان عزا للأسف الشديد. نعم. في الحلة كل للأسف. ما تمشي شارع بتلقى صيوان صيوانين عزا دل متوفين من حمى الضنك. للأسف المشكلة الفعلية بتواجه المتطوعين في شمال كردفان عدم توفر المعلومة الكاملة من جهة مختصة. ما في معلومات كاملة عن أعداد الوفيات. صحيح. أعداد الإصابات، بالإضافة إلى أنه في إحباط بيجي للشباب نتيجة لأنه أول حاجة الشباب ده بيصابوا بالمرض نتيجة لتنقلهم، وهي زي ما إحنا عارفين مرضى هم ذاتهم. نعم. يعني شيء طبيعي. نعم. نعم. والبعوضة للأسف بتشتغل بالنهار يعني في الفترة اللي هم بيكونوا شغالين فيها هم بيكونوا معرضين للأضغاط البعوضة والإصابة بالمرض، فبيقل أعداد المتطوعين لحملات الرش. بالإضافة لأنه للأسف عدم التعاون من الجهات المسؤولة بيولد إحباط
في الشباب. طبعا طبعا. نعم. اي انتم كمتطوعين جوكم متطوعين من ولايات ثانيه، من الخرطوم، من غيرها، جوكم مبادرين من حته ثانيه، كان في شراكه لناس جهات حتى في شمال كردفان دعمتكم، اذا كانت بنوك، اذا كانت كل الجهات المختصه بانها تدعم وبانها تكون واقفه يعني مع المواطن، هل كان في دعم من اي جهة؟ في منظمات من مجتمع شمال كردفان المحلي غير منظمة عروس الرمال التوعيه؟ ما في دعم من جهة معينة إلى الآن يا جماعة. ولاية شمال كردفان ما حصل لها دعم من أي مكان، ولا من جهة تطوعية زي ما نحن بنسمع في الفيسبوك، ولا حتى من شركات ومؤسسات موجودة في الولاية، صحيح؟ نعم. رغم إنها هي عندها جزء من المسؤولية المجتمعية يعني في المجتمع، وده دور المسؤولية المجتمعية في المؤسسات، فياريت تفعلوا الدور ده في إنكم تخلوا الحاجة دي تمشي لإنسان شمال كردفان عشان ما تنقذوه. ونقطة أكيد بتفرق إذا كانت بتاعت محلول دريب، إذا كانت بتاعت دم. دم. نعم. نعم. حوجة الدم كيف قادرين تغطوها؟ الدم المراكز المتوفرة في شمال كردفان قايمة بدورها بصورة كويسة، بالإضافة إلى أنه في مراكز اتحاد دار الفنانين ما ذكرنا دوره مهم جدا، هم فعلا عملوا حملة للتبرع بالدم. يا سلام. كان في تبرع بكميات كبيرة من الدم، بالإضافة إلى المستشفيات، حوادث شرع الحوادث الأبيض بالتنسيق مع شرع الحوادث الخرطوم، كانت في حملات ناجحة لمد أهلنا في شمال كردفان بالدم الكافي. محتاجين فعلا دريبات في جهات كثيرة، وأنا في طريق لكم إعلان لها إنه تبرعت بعدد من المحاليل، بس كل ما كان الدعم أزيد بنقدر نصل لنتيجة بصورة أسرع. نتمنى ذلك من خلال وجودك في الحركة الشبابية اللي حاصلة الآن، والصحوة تحت التوعية والرش والبيئة اهتمامكم بها عموما. حاسين إنه المرض ده هل في ازدياد ليه ولا في أقلية؟ هل البعوضة دي أنتوا قادرين أو قدرتوا إنه الناس جزء منها يختفي، يقل عدد الإصابات، قلت، ولا شنو المتوقع، ولا شنو اللي أنتوا شايفينه عموما يعني؟ المشكلة الأساسية إنه الأرقام أو الدراسات لازم تجي من الجهات المختصة، هي المسؤول. إحنا بنقوم بعملية الرش، مواطنين شمال كردفان ملاحظين. لكن أنا الجهات على دي هي متابعة لكم، شايفاكم أنتم بتعملوا في شنو عشان تقدر تكون عندها إحصائيات أو تحصيل؟ نعم، هم المشكلة إنه عدم توفر الإحصائية الكافية، بالإضافة إنه لا شمال كردفان ما الأبيض ما بارا ما المدن الكبيرة. صحيح. في غرف في شمال كردفان حاليا منتشر فيها حمى الضنك، للأسف الشديد ما في جهة وصلت لها عشان تقدر تحدد الأعداد كم. بصورة عامة ملاحظ حتى من أهلنا في شمال كردفان، أنا قبل ما أجي خالتي بتقول لي إنه حملة الرش قضت حتى على الحشرات، الرش بالطيارة، الحشرات في الشجر. صحيح، واحدة من الحاجات. نعم. سمعت حتى الجراد يعني. نعم. فده دليل على إنه الحملة بتاعت الرش بالطيران هي حملة ناجحة واستمرت لثلاثة أيام، بتمنى إنها تغطي شمال كردفان تكون بصورة مستمرة عشان نحارب الناغل. محاربة الناغل بتحتاج لزمن، بتحتاج لتخلص من الموية، ودي المشكلة الأساسية. لا. أنا بناشد أهلنا في شمال كردفان، من الصعب إنهم ما يحتفظوا بالموية، لأنه للأسف نسبة إنه إحنا بنعاني فعليا من مشكلة بتاعت موية، يعني الناس لما تجي المياه الراكدة الموجودة في البيت. على فكرة دي واحدة من الحاجات اللي مفروض كل بيت يكون فيه دور توعوي، في إنه مويتك في البرميل وفي السهريج ما تفتكر إنه أنت مخزينة ما بتصل لها البعوضة، لا بالعكس، ممكن تكون هي مأمن للبعوضة ومكان لإنها تتوالد فيه وتتكاثر وتجعل. نعم. البيت بتاعها عشان ما يتكاثر ويبقس لنا من تاني. نعم. من جديد. بالضرورة تغطية الأوعية بتاعت حفظ المياه، سواء أزيار أو براميل، التأكد من إنها متغطية بصورة كاملة عشان نمنع توالد البعوضة، وأهم حاجة نركب نملة في الشبابيك عشان نمنع انتقال البعوضة من الخارج إذا في بتتوالد برضو في الشجر للأسف. نعم. نعم، شمال كردفان ولاية مليانة بكمية من الشجر، في كمية من القابات، زي عندنا الخزان برضو في شمال كردفان محاط بشجر، فمن الصعب جدا التخلص من النغل في فترة بسيطة. بنناشد فقط الناس انه يهتموا بتغطية المياه، واهلنا في شمال كردفان لازم نتعاون كلنا ونتكاتف، وزي ما بقول الكلمة الطيبة
لانه في شفاء جزء كبير. نعم جزء كبير والدعاء كمان شفاء ويزيلنا الوباء. استاذ ايه خلينا نشوف برضه واحده من الحاجات الحاصله، الحميات الحاصله، الدكاتره بيقولوا انه ما ياخذوا ليها علاج ملاريا. نعم حمى الضنك شنو ممكن ياخذوه؟ هل البنادول اذا كان دريبات او البنادول حبوب كله 8 ساعات هل هو كافي؟ لانه يشفي لك مريض انت شايفه قدامك هو تعبان لحد ما يصل لمرحله انه هو محتاج دم، او في ناس كمان بتصل مرحله النزف، يعني في ناس نزفت. نعم. لحد ما توفاها الله رحمه. نعم. الله. للاسف الشديد جدا انه حمى الضنك ما عنده علاج، هي بتاخذ مسكنات بالاضافه الى السوائل. السوائل مهمه جدا خصوصا السوائل الغنيه فيتامين سي سواء برتقال، عشان كده اصل البيت كلهم بيشربوا في العرديب. نعم او التبلدي. التبلدي والعرديب الاثنين البيت كلها بيشربوا، هو مصدر لفيتامين سي. فالتغذيه اهم حاجه في الفتره دي لانه فعليا ما في علاج متوفر لحمى الضنك لسه، ما في اي علاج لحمى الضنك اللي هو الناقل لها الباعوضه المصريه. نعم. الزاعجه، هي زاعجه عشان هي بس بتسبب المرض ولا هي برضه عندها صوت؟ الباعوضه دي مش في باعوض بيكون عندها صوت بتزن في الناس، ولا دي ما عندها احساس؟ يعني زول بيحس انه فعلا الباعوضه دي عضته وبيحس انه بيعضت الباعوضه وممكن يشوفها زي ما هي بالنهار منتشره؟ زاعجه الكلمه جات من الامراض المزعجه اللي هي بتسببها. صحيح حقيقه مزعجه والله. نعم هي ما نفس البعوضة اللي بتصدر أصوات، اللي هي دي بالليل في الفترة يعني الليلية. شمال كردفان البعوض. نعم. العادي كان بالنسبة لكم رحمة مناقل أيوة كان رحمة مناقل للأمراض المزعجة االلي احنا شايفينها هسي، الأمراض القاتلة. نعم. الفتاكة. نحن حقيقة بنقول لما نقول شمال كردفان بنعني إنه حقيقة شمال كردفان هي تنزف زي ما احنا شايفين. نعم. الحالات الموجودة، عدم وجود الأماكن إذا كان في مستشفيات في مراكز عزل، شفنا الناس في الشوارع. نعم. أستاذة آية. نعم. قاعدين ومركبين المحاليل المائية وهم في عربياتهم وهم في الأرض وهم على الشارع، ده بيدل على إنه غياب تام لحكومة الولاية ليس إلا. نعم وحكومة المركز، حكومة الولاية برضو مقدراتها محدودة محتاجة للدعم. الأوبئة بتتطلب دعم مش من الدولة فقط، من حتى منظمات المجتمع المدني. أنا عبرك بناشد مش منظمات المجتمع الدولي فقط، المنظمات الدولية تقوم بدورها شمال كردفان أو في السودان بصورة عامة. للأسف الشديد نحن المنظمات لما يجون لاجئين من برا السودان المنظمات بتوفر لهم البيئة المناسبة المستشفيات، بس مواطن السودان بصورة عامة وشمال كردفان على وجه الخصوص لما بيعاني بنلقى الدور ضعيف في المنظمات الأمم المتحدة. أنا بناشد عبركم. والمرض ده إذا ما لقى الاحتواء في شمال كردفان عشان ما يندثر في شمال كردفان. نعم. حيتطور ويمشي، يعني ممكن بكرة بعد بكرة يصل الخرطوم. نعم. ممكن بكرة بعد بكرة يصل كل ولايات السودان المختلفة، يعني دي الخطورة الفعلية. ممكن تكون في خطورة. نعم الخطورة الفعلية لحمى الضنك إنه المريض لما يمشي المستشفى ما يلقى سرير يرقد فيه، ما يلقى المحاليل الوريدية، حيضطر ينقل لمنطقة ثانية. صحيح. فور اكزامبل الخرطوم بتعاني من نفس المشكله في الابيض، المويه الراكده، النفايات الموجوده في اي مكان. فلازم مواطن الخرطوم في الحاله دي هو ذات نفسه يتبع الخطوات الاحترازيه اللي بدت في شمال كردفان. لانه حاليا للاسف الشديد المرض في الفاشر في شمال كردفان، من الأبيض بارا اتنقل لمناطق تانية، غورة بعيدة. صحيح حتى. نعم. الغورة المجاورة. نعم. هي أصابة يعني هذا المرض. لكن خلينا نشوف، كان قبل فترة في شمال كردفان ظهرت خراف وعدد من الحيوانات اللي هي ممكن جات دخيلة مثلا، أو بيقول لك كيلو اللحمة في الأبيض بألف جنيه وبيت 800 جنيه. بما أنه أنت ذاتي أنت أخصائي إنتاج حيواني، هل دي عنده علاقة؟ الناس ليه ربطت أنه المرض ده جانا مع الحيوانات وكثير من الناس بتتكلم والناس جابوا لنا واللحمة دي، شنو ممكن يكون خليط ما بين الحاجات؟ طيب بصورة عامة هو المرض ما بينتقل عبر تناول اللحوم ولا عنده علاقة بالحيوان. المسبب الأساسي له هو البعوضة. إحنا كأخصائيين إنتاج حيواني في العملية بتاعة تناول الحيوانات من ولاية لثانية دي عرضة إنها تكون ناقلة لمسببات كثيرة من الأمراض، فلازم تكون في إجراءات احترازية عند استلام الحيوان دي. بتصل الإجراءات دي حتى رش العربية اللي اتنقل بها الحيوان من منطقة لثانية. لانه زي ما انا ذكرت لك، لكن اكيد انت ما بتضمني انه فعلا الحاجات دي اتنقلت بسلامه زي ما انت بتتكلمي، مفروض يتعامل لها كده. لكن إذا ما تنقلت بالسلام اللي أنت بتتكلم عنها، هل ممكن تسبب أمراض أو تكون ناقل لحمى الضنك؟ نعم هو مش نقلة لحمى الضنك بصورة عامة، هي ممكن الانتقال بتاع الوسيط
هو لحوم الضنك ينتقل، انا زي ما ذكرت لك انه حتى وجدوا انه بينتقل في اوروبا عن طريق الاطارات بتاعت السيارات. فاي بيئه بتاعت ركض، اي عمليه بتاعت مياه، نعم مويه راكده، اي عمليه بتاعت انتقال ما بين بيئات مختلفه سواء استوائيه لمناطق زي سافنا فغيرة زي شمال كردفان، بتتحمل جدا نقل العائل المسبب لمرض حمى الضنك. فمن الضروري جدا الاهتمام بعمليات نقل الحيوان، بس حاليا ما بنقدر نقول انه السبب المباشر ليه اللحمه او الاشاعه زي ما طلع انه اللحوم اللي انتقلت من الجنوب. نعم. احنا بس بصوره عامه نقل الحيوانات لازم يتم باجراءات احترازيه معينه بالراعي فيه سلامه الحيوان، فحصه، لانه في امراض ثانيه بتنتقل عبر ممكن تناول اللحوم غير حمى الضنك، يعني هي بنفس ذات الخطورة. صحيح، من خلال نعم. التوعية والتثقيف والخبرات اللي اكتسبتيها وانت في المجال وانت اختصاصي انتاج حيواني، هل علاج الملاريا ممكن يكون يسبب خطورة للإنسان المصاب بحمى الضنك؟ نعم، بسرعة عامة من الخطورة انه الواحد ياخذ علاج ملاريا من غير الفحص، فلازم مراجعة الطبيب تحديد المرض. يعني المشكلة الأساسية انه حمى الضنك، حمى الملاريا، حمى حتى البرد، كل الاعراض بتتشابه الاعراض الاوليه. يعني احنا قبل ما نصل مرحله النزيف حسي اعراض حمى الضنك شنو مبدئيا كده يعني للناس طيب المعرفين؟ نعم، الاعراض حمى الضنك الصداع، يصل لالام خلف العين، القي المستمر، بالاضافه الى طفح الجلد، دي الاعراض الاوليه. الاعراض المتطوره إنها تصل لمرحلة النزيف للأسف، بيكون في انخفاض في ضغط الدم، درجات عالية في الحمى، نعم الجسم، سخونة الجسم، حمى الضنك للأسف الشديد زي ما لاحظين أهلها في شمال كردفان بيقول ما بتنزل، يعني حمى الملاريا ممكن تجي على فترات، لو وديتيها بندول، نعم، عملتي مكمدات باردة، نعم، ممكن تنزل. حمى الضنك بتكون مستمرة مع المريض طوال اليوم، هي دي المشكلة الأساسية، بالإضافة للصداع، الصداع شديد يسبب ألم خلف العين. في المراحل المتطورة للأسف بيكون في نزيف، انخفاض في ضغط الدم، بالإضافة إلى ممكن يكون توقف لأجهزة زي وللأسف الشديد. نعم. المستشفيات غير مؤهلة وغير جاهزة في إنه، نعم، إذا المريض جاء على طول الطبيب كتب إنه محتاج دم يمشي يفتش الدم ويحصل التبرع لما يحصل الحاجات دي، أو إذا محتاج بلازمة لما يمشي يفتشوا له صفايح ويجوا ينقذوا الطبيب، بيلقوا الطبيب يلقوا المريض خلاص يعني للأسف الشديد. المرحلة اللي وصلنا لها إنه في الأبيض ما في سرير لترقيد المريض، يعني زي ما أنتوا شفتوا الناس على الأرض. نعم. يعني للأسف الشديد يعني نعم، في ناس هي واقفة على حيلة والدريب مركب. أستاذ أية، بتناشدي منو من الجهات ومن الناس، منو الممكن تقدمي له رسالة في إنه يدعم ولاية شمال كردفان وحكومة ولاية شمال كردفان في إنه الناس تتخلص من الوباء ومن حمى الضنك؟ أول حاجة أنا بناشد أهلنا في السودان على وجه العموم، حمى الضنك هي مرض فيروسي يصل مرحلة القتل وقابل للانتشار في ولايات تانية. المناشدة الأولى بتكون في التخلص من النفايات، إحنا بنعاني فعليا من مشكلة كبيرة جدا، والتخلص من المياه الراكدة. أي زول جنبه موية حاول يصل لتراب يردم الموية دي، ما ننتظر نحن الجهات المختصة قبل، إحنا كدولة أو كشعب لازم احنا برضو يكون عندنا دور نقاوم المرض. بناشد الجهات المختصه، حكومه ولايه شمال كردفان على وجه الخصوص، انه لازم يوفروا معلومات حقيقيه للحكومه المركز. عدد الوفيات المذكوره ما هي الاعداد الحقيقيه؟ 26 اصابه زي ما ذكروا في الاول. التضليل في المعلومه ذاته كارثه. نعم. مشكله. نعم. عشان الولايه تتحصل للقدر الكافي من الدعم من المركز، لازم تصل المعلومه الكافيه بالاعداد الحقيقيه للمصابين بحمى الضنك في ولايه شمال كردفان وبالحاويات المحتاجاها الولايه فعليا. بالاضافه انا بناشد حكومه المركز، اهلها في شمال كردفان بيعانوا، والنزيف واعداد الوفيات، وفيات في شمال كردفان تقريبا في اي حي للاسف الشديد كل الفئات العمريه، شباب في عمري واصغر مني توفوا من حتى الاطفال الصغار. نعم. يعني نعم توفوا من حمى الضنك. انا بناشد الدوله انه شمال كردفان محتاجه لدعم
عاجل وسريع، لانه المنظمات المجتمع المدني ما كفايه، حكومه الولايه ما كفايه. المجهود اللي انتم بتقوموا به هو مجهود كبير ومجهود جبار من منظمات مجتمع مدني، من شباب متطوعين، لكن خليني اناشد انا عبرك ايضا كمان ابناء السودان بالخارج، هم دائما بيقيفوا للوطن وهم دائما ولاءهم للوطن، فحابه اقول لهم انكم لازم تجتهدوا وتظافروا الجهود في انكم تنقذوا اهلنا في شمال كردفان. وكردفان زي ما انتم شايفين في السوشيال ميديا الان، وشايفين اذا كان عبر التقارير او عبر صباح الشروق اليوم، تابعتوا الحاله الخطره اللي موجوده في شمال كردفان والحوجه الماسه لاهم وابسط مقومات الحياه من دريبات وحبوب وحوجه دم وحوجه كثير من الحوجات اللي نحن اذا وقفنا عليها بنلقى الانسان محتاج لها. فرجاء نتمنى انكم تقيفوا بجانب شمال كردفان عشان ما ننهض ببلدنا سليمه وامنه، ونحن صراحه ما حمل بعد كده في السودان لاوبئه ولا كوارث ولا غيرها. رساله اخيره ممكن تقدميها؟ انا عبرك بناشد السودانيين بصوره عامه، التطوع عندنا رغم للتبرعات بحساب الاستاذ ضياء الدين ابراهيم بنك الخرطوم. نعم. رغم الحساب هو 61 55، 61 55 60 7 60 7. نعم. ده رقم حسابكم ببنك شنو؟ أستاذ ضياء الدين بنك الخرطوم. بنك الخرطوم. نعم. كل إنسان عايز يساعد ويكون جزء أصيل من الحملة دي أو يكون متبرع متطوع بنفسك بمالك، ممكن تلجأ لمبادرة تجمع متطوعي شمال كردفان، أو كمان ممكن تحول لهم على رقمهم في بنكك مباشرة 61 55 60 70 باسم ضياء. نعم. سبعة. نعم. باسم ضياء. نعم، ضياء الدين إبراهيم. باسم ضياء الدين 61 55 60 7، ده رقمهم، وممكن ترجعوا ليهم وتسألوا من المبادرات شنو الحوجة المطلوبة وشنو الحاجات اللي ممكن تقدموها. أنا شاكرة ومقدرة ليكي، الكلام حيطول والحديث حيطول عن الشرع عشان ما نوضح للناس حمى الضنك، الأسباب والمشاكل الصحية. نعم. وكيف نحن نقدر نتخطاها إن شاء الله ونتخطى الوباء ونجعل شمال كردفان آمنة وسليمة ومعافية بإذن الله. أنا عبرك بشكر قناة الشروق، بشكر لك اللي تحت الفرصة دي للتعريف، وانه تبقى صوت لولاية شمال كردفان، توصلوا صوت نتمنى. المواطنين. شكرا جزيلا، وبتمنى انكم مثلتوا شباب شمال كردفان بصوره خير عامه. خير تمثيل يا كل المنظمات العامله حاليا بدورها، لا لانه من الصعب على متواجد في الخرطوم، لانه فعليا هم حاليا في الميدان. نحن مشاركتنا معكم عبر قناه الشروق الفضائيه، كل تقرير كل حاجه بتجينا من شمال كردفان تخص حمى الضنك والوباء الحاصل الان، نحن بننزلها لكم بكل حضور معاكم ايا كان في اي مكان، تحت اي لحظه احتجتوا لنا حتلقونا ان شاء الله ابوابنا فاتحه عبر شمس السودان التي لا تغيب. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك تحت الفرصه. آية عيسى، عضو مبادره تجمع متطوعي شمال كردفان وعشان اهلنا اختصاصي انتاج حيواني. شكرا لك. شكرا جزيلا. تحيه لاهلنا في كل السودان. شكرا لك.